هؤلاء هم الشيعة الأصلاء المؤمنين بالحسين ثائرا وثورة ضد الظلم والفساد. هؤلاء هم الذين قاتلوا الدواعش الإرهابيين سواء في حشد المرجعية أو في قواتنا الأمنية، وهؤلاء هم بسطاء الناس، هؤلاء هم العراقيون. لكن اللي يطلع ويشتم أمهات المؤمنين والصحابة الأكرمين فهذا أيضا تافه، حال حال العجم اللي يجي تارك طهران حتى يشتم آل سعود بكربلاء. شوف واحد من النماذج اللي وصفهم الشيخ أحمد الوائل بوصف معين، أجيله بعد ما نشوفه. والله شوفني هذا رقم 4. على الدوار أبو السجاد، على الدوار أبو عبد الله، زاد أبو علي زاير، العن عمر والغدي زاير، على بيهم على بيهم، على الدوار أبو السجاد، العن يزيد والغدي زاير، العن عاش والغدي زاير، على عماد الدواهيش جيلة جيلة، على بيهم على الدوار على بيهم، زاد أبو علي زاير، زيد افتطر الغدي زاير، زاد أبو علي زاير، على بيهم على بيهم، هلا بالدوار هلا بالدوار هلا بيهم ماجورين. شغلة يزيد أنا ما يهمني لأن أنا مع الحسين، لكن من ينمد لسانك الوسخ على الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه، فأقول لك يخس شاربك، يخس شاربك، ويخس شارب اللي دلاك على هاي الطريقة المسيئة للوحدة الإسلامية. يا ولو احنا يمنا هسه الآن احنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والإمام الحسين عليه السلام يم رب الرحيم، شو تحسن منهم؟ توصلون النعل رجليهم انتو؟ وصفهم العلامة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي بالله ايش قال عنهم ذولي أصحاب هاي الأفكار السيئة، ايش وصفهم؟ ما شو يصورون الناس عندهم عقول صخور لو عندهم ما شنو شو يصورون يعني ما اعرف شنو الواقع، ما اعرف يعني مع شديد الاسف والله مؤلم والله، هي فجيعه بفكرنا والله، فجيعه بفكرنا هذا. ارجوك انت هذا ما تسبه وتعتبر اذا جاهل غلط، هو منين نشا السب؟ مو من خلقنا احنا السب ابدا، ولا من خلق ائمتنا ينهون عن ذلك ابدا. حتى معاويه كان الامام يرمي سلام الله عليه ينهى عن شتمه، مر عليهم لقاهم يشتموه واصحى قال لهم لا اني اكره لكم ان تكونوا سبابين، قالوا مو مستوى رجال، الرجل مو مال شتايم لا. اي يعني الله يرحم الشيخ احمد والي، ذولا عندهم عقول صخور اللي يمتد لسان الوسخ للخلفاء الراشدين، شنو عقل العد؟ عقل بشر عايش ب 2017 وراح ندخل 2018؟ هذا التطرف المقيت. نعم اذا كان بفتره معينه كان اكو سب متبادل يا اخوان، كان بفتره تاريخيه احنا ما مسؤولين بها، احنا ما عايشيها، ما مسؤولين عليها ولا نتحاسب عليها. اذا كان السب موجود بفتره قبل 1000 سنه و1200 سنه مو اليوم. اليوم زمن الرجال، احنا دفعنا دم حتى نتخلص من الدواعش الإرهابيين ومن الميليشيات الوقحة، نرجع الآن إلى نفس الطريقة لكم؟ ما تعلمتوا؟ ما تبتوا؟ لو أكو من وراكم اللي يدفع لكم تومانات ودولارات وريالات حتى ترجعون تسوون هذا الجاي تسوون؟ نعم تومانات ودولارات وريالات، لأنه التغذية مو من بلد معين، مو من بلد معين، لا شرقي ولا غربي، لا التغذية مستمرة بكل الفلوس حتى تطلع هيك نماذج وسخة تسب أمهات المؤمنين أو الخلفاء الراشدين حتى يسوون هاي الطائفية ويطلع لك واحد يرد عليهم. وهذا اللي 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 أثر سلبيا على المجتمع العراقي. وأرجع وأقول الإمام الحسين ثورة، وهذه الثورة الإمام الحسين يحتاج بيها اللي يفهم ثورته. وأنا أقول للأسف الشديد تسطيح مقصود لعقول العراقيين ولعقول أبناء شعبنا
الشيعة من قبل بعض رجال الدين ومن بعض المتأسلمين ومن بعض السياسيين.